تسمح لي ادخل؟ انت هتستأذني، ده بيتك، اتفضلي. خير يا ليليان؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ده انت لو طلبت عيني هديها لي. انا عارفه ان وجودك معانا في الفيلا بقى خلاص امر واقع، لانك بقيت معانا شريك فيها، لكن انا بقى عندي رغبه ونفسي تحققها لي بعد اذنك. رقبتي اطلبي. ممكن تسيب اوضه بابا وتطلع تقعد في اوضتي؟ بقى ده اسمه كلام؟ عايزاني ادهس في الفيلا واقعد في وسطيكم؟ اي نعم انا ابن عمكم واخاف عليكم اكتر من نفسي، بس انتوا برضو بنات ومحتاجين تاخدوا راحتكم. وبعدين مش عمي ليه اوضه فوق؟ ايوه. انت بقى ايه اللي مزعلك؟ ما انا سبت الاوضه اللي فوق وقاعد هنا في اوضه المسافرين. لو انت كمان كنت عايز تقعد في اوضه نوم بابا. اسمعيني يا بنت عمي، انا لما جيت الفيلا استاذنت من صاحبها، ما جيتش اتصحب في انصاص الليالي زي ما اختك شروتي بتقول. لا، انا لما دخلت الاوضه دي قعدت اتكلم مع عمي طول الليل. يمكن تفتكريني مجنون، بس هو دي اللي حصل. وقلت له يا عم انا سكر ابن اخوك حبيبك اللي فرقتكم بالايام والليالي، جيت عشان اترمي في حضنك وعيش وسط بناتك نتحمى في بعض بدل ما تفرقنا الايام زي ما حصل بينك وبين ابويا. قلت ايه يا عمي، اقعد ولا اخد حاجتي وارجع من مطرح ما جيت؟ بصلي بعينيه الحنينين دول وقال لي امال انا بنيت الاوضه دي في الجنينه ليه يا عبيط؟ ما هو عشانك يا ابن اخويا. هو دي اللي حصل، ولو مش مصدقاني اساليه. صعبها عليا ليه يا ليليان؟ يا ترى كوكب عامل ايه معاهم جوه؟ ايوه يا دكتور، حضرتك فين؟ ممكن اشوفك دلوقتي؟ انا محتاجه اتكلم معاك يا دكتور من فضلك. او كده كلهم خرجوا، يلا بقى في الباب الفيلا. طب والست كوكب؟ تبقى تنط من على السور بلخوت الدماغ. يلا يا راجل يلا. قلقان قوي يا متر. ليه؟ خير؟ اول اجتماع ليا وانا عضو منتدى. لا ما تقلقش، قدها وقدود. ثانية واحدة. ايوه. الو يا متر، وحياة المرحومة مراتك، وحياتي عندك. لو كنت بتأذني تعال خدني من هنا، انا مش طايق اقعد في الفيلا. انا همشي من هنا واللي يحصل يحصل. ايه شغل العيل الصغير ده؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ خلاص خليك عندك زي ما انت، وانا هبعت لك السواق تبقى تيجي معاه، وخلي حاجتك زي ما هي. اسمع اللي بقول لك عليه وبطل راجل ملوش لازمه. يلا سلام. لا مؤاخذه يا جماعه انا اسف. في حاجه يا متر؟ لا ابدا، شويه مشاكل عائليه. بيتهيألي كده ممكن نبتدي الاجتماع. في البدايه يا جماعه اسمحوا لي كلنا نهني ونبارك للدكتور عزمي. الدكتور عزمي مثال وقدوه لينا جميعا. الدكتور عزمي خير من يمثلنا وخير من يقودنا. انا متشكر جدا واتمنى اني اكون عند حسن ظنكم وحسن ظن بنات الدكتور محرم اللي اصروا اني امسك الاداره واكون العضو المنتدى. ومش عارف اقول لكم ايه غير انكم اخجلتم تواضعي. يا جماعه الترقيه دي امر طبيعي كان لازم يحصل. الدكتور عزمي من الناس اللي اسسوا المصنع ده وشارك في تحقيق حلم الدكتور محرم، ودي النقطه اللي هنبتدي منها اجتماعنا، ان احنا لازم كلنا نتكاتف مع بعض عشان نحافظ على الحلم ده.